وحمله نحو أسوار البقيع طافت على الناس تسابيح الخشوع مذ حمله نحو أسوار البقيع طافت على الناس تسابيح الخشوع صلى عليه الله يا نعشا حزينا ما قبره تربة لك كالضلوع صلى عليه الله يا نعشا حزينا ما قبره تربة لك كالضلوع كفينا والأرواح قد ضمته نعيا والغسل والكافور من فيض الدموع جاءوا به نحو بقيع الله جنة جنة الأملاك والعرش الرفيع جاءوا به نحو بقيع الله جمال جنة الأملاك والعرش الرفيع الوداع اليوم أيها المسلم الوداع اليوم أيها المسلم متحمله نحو أسوار البقيع طافت على الناس عشيت سعيد نحو أسوار البقيع طافت على الناس تسريح الخشوع صلى عليك الله يا نعشا حزينا وقبره التربة لا الضلوعي كفينا والأرواح قد ضمته نعيا والغسل والكافور من فيض الدموع جاءوا به نحو بقيع الله جمعا جنة الأملاك والعرش الرفيع جاءوا به نحو البقيع الله جمعا جنة الأملاك والعرش الرفيع الوداع اليوم أيها المسموع طافت على الناس تسريح الخشوع صلى عليك الله يا نعشا حزينا صلى عليك الله يا
فحشا حزينا القبر والتربة لم تنفي الضلوع كفينا ولا أرواح قد ضمت هنا والغصن والتعفور من حيض الدموع جاءوا به نحو بطن الله جمعا في جنة الأملاك والعرش الرفيع جاءوا به نحو بطن الله جمعا في جنة الأملاك والعرش الرفيع الوداع يا أيها المسح الوداع الوداع يا أيها المسموح نادون الكرام استقبلوا الإمام ها قد أتى نعش العلا أيدي الرجال وكم رمت أسهامها أيدي الضلال نادوا هنا الكرامة استقبلوا الإمامة ها قد أتى نعشا على أيدي الرجال يا زين العابدين استقبل الحزينة يا زين العابدين استقبل الحزينة واسأله عن آلامه بعد السؤال قد حاربوه ظلما دسوا إليه سما وكم رمت أسهامها أيدي الضلال يا زين العابدين استقبل الحزينة يا زين العابدين استقبل الحزينة كيف تظلم كيف تظلم وكل أرض قد حوت منهم قبور منهم المنحور ما بين اللحور منهم المسموم من في البرور يتألم يتألم كيف تعدى كيف تعدى ينادوا هنا الكرامة استقبلوا الإمامة ها قد أتى نعشا على أيدي الرجال يا زين العابدين استقبل الحزينة
قد حاربوه ظلما دسوا إليه سما وكم رمت أسهامها أيدي الضلال يا زين العابدين استقبل الحزينة يا زين العابدين استقبل الحزينة إن عليه الدمع ضيق أحزان سار أنا شيعي جعفري